أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بوضع حجر الأساس لمصنع سولار تك جرين أنرجي للألواح الشمسية في منطقة الحد الصناعية منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وذلك بحضور السيد عبد الكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من كبار المسؤولين ذوي العلاقة بهذا المشروع. واستعرض الدكتور ميرزا في كلمته الإنجازات التي تحققت في مجال الطاقة المستدامة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالأخص الخطوات التي اتخذت لتنفيذ المشاريع والمبادرات لتحقيق ما اعتمدته الحكومة الموقرة من أهداف وطنية منذ عام 2017 لإدخال ما نسبته 5% من الطاقة المتجددة في المزيج الكلي لإنتاج الطاقة في البلاد بحلول عام 2025. هذا المصنع سوف ينتج حوالي 80,000 لوحة شمسية في السنة، وتكلفة المصنع حوالي 2 مليون دينار، وبكامل طاقته سوف يوظف حوالي 70 موظف، وهذا ما نطلبه في مملكة البحرين حيث أن نجذب الاستثمارات الخارجية للاستثمار في مملكة البحرين وتوفير فرص عمل للبحرينيين. بالطبع هذا المصنع سوف يساعدنا كذلك في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة والتي هي 5% بحلول 2025. أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ألبا عن استكمال أكثر من 140 موظفاً برنامجهم التدريبي ضمن الخطة التدريبية الشاملة للشركة. وتماشياً مع هذه الخطة التدريبية، تم تحديد الموظفين المؤهلين للترقي الداخلي في الشركة وفقاً لنظام قياس المهارات سكيل ماتريكس وبرنامج التدريب والتطوير. وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة علي البقالي إنهم يسعون من خلال هذه الخطة التدريبية الشاملة التي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 إلى تعزيز البحرنة على جميع المستويات في الشركة. وقعت شركة تراستري العالمية للتأمين وإعادة التأمين تراستري اتفاقية شراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بحرين فنتك باي، أصبحت من خلالها شريكا عالميا مع خليج البحرين. وتمثل هذه الشراكة التزاما تعاونيا بمواصلة تطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين في جميع أنحاء البحرين والشرق الأوسط، كما تهدف الشراكة إلى تعزيز تكنولوجيا التأمين إنشورتك والتقنيات الناشئة. وقال الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية خالد دانش أن هذه الشراكة تمثل التزام الشركة بقيادة الابتكار في تكنولوجيا التأمين ومواصلة تطوير قطاعي التأمين والخدمات المالية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم بنسبة 17%، مغلقا التداولات عن مستوى 1661 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,773,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 870,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 75 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصة الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 25%. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، فقد أغلقت على تراجع نسبته 19%. وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية التي سجلت تراجع نسبته 15%. أما سوق دبي المالي فقد سجلت انخفاضا نسبته 45%.
وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أغلقت على ارتفاع نسبته 16%. كشف النقاب عن 3 بوابات جاذبة ستستقبل ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم قبل نحو 250 يوما على انطلاق إكسبو 2020 دبي. وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي إنهم يتطلعون بشغف لفتح أبوابهم للعالم في 20 أكتوبر 2020. وستمثل بوابة الدخول إلى إكسبو أفضل طريقة للترحيب بملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم ومنحهم الإطلالة الأولى على المنشآت المميزة والإبداع الفريد. وقع البنك الأهلي اتفاقية تعاون مع شركة ريبل يتاح من خلالها توفير قناة اتصال جديدة لاستقبال حوالات المصريين بالخارج ليصبح أول بنك في مصر يستخدم تقنيات بلوكتشين. ويأتي ذلك في إطار دور البنك الأهلي المصري الداعم لتطوير أعمال الحوالات الواردة من مختلف دول العالم وخاصة منطقة الخليج العربي، متماشيا مع وجود معايير دولية موحدة لطرق معالجة الحوالات المتبادلة بين البنوك ومختلف المؤسسات المالية الدولية، بما يتيح التوسع في فتح أسواق جديدة للبنك. قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تطلب مساعدة الولايات المتحدة في ترتيب منظومة البطاقات الذكية، فيما يستعد الإعلان عن إصلاحات لنظام الدعم الذي يطبقه التي تشمل الشهر المقبل تحركا محتملا في اتجاه التحويلات النقدية الموجهة. ويهدف السودان لاتخاذ قرار بشأن إصلاحات الدعم بعد اجتماع اقتصادي الشهر المقبل بين الحكومة وتحالف المدني ظهر بعد الحراك الشعبي الذي أطاح حكم الرئيس السابق عمر البشير العام الماضي، كما ويضغط الدعم السخي للوقود والخبز على الخزانة العامة، بينما يتسبب في مشكلات في العرض والتوزيع ويشجع السوق السوداء ويسهم في حدوث أزمة اقتصادية. قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي من 26% في عام 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة حرجة. ومتحدثا أمام أعضاء البرلمان ألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. نيسان تطالب كارلوس غصن 91 مليون دولار بتهمة سوء السلوك المالي. أوضح المعهد المالي الدولي أن الديون التركية تتراكم، وإن أنقرة يمكنها فقط سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل البالغة أكثر من 120 مليار دولار. ولفت المعهد إلى أن حجم الدين الخارجي للدولة النامية الذي من المتوقع أن يزداد خلال العام الجاري يبلغ 800 مليار دولار. وأوضح أنه فيما يتعلق بتركيا تراجعت واردات السلع الوسيطة بسبب الأزمة الاقتصادية والصادرات المتزايدة منذ 18 شهرا. قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، رغم أنه أشار إلى التهديد المحتمل من فيروس كورونا في الصين ومخاوف بشأن قوة الاقتصاد في الأجل الطويل. وأبلغ باول لجنة الخدمات المصرفية بمجلس النواب الأمريكي أنه مع انحسار مخاطر مثل الحالة الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واستقرار النمو العالمي، فإنهم يجدون أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد جدا ويبلي بلاء حسنا، ونمو الاقتصاد الأمريكي الآن في عامه 11 وهو أطول نمو مسجل في الولايات المتحدة. حذرت الحكومة البريطانية المؤسسات التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي من أن عليها أن تستعد لفترة انتقالية بعد بريكست، وأن المراقبة الجمركية على الحدود لا مفر منها. وبحسب بيان حكومي، تتوقع لندن إعادة فرض رقابة جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي عند الحدود بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 من ديسمبر المقبل. وأعلن مايكل غوف أحد وزراء بوريس جونسون أنه اعتبارا من عام 2021 لن يكون للصادرات والواردات من وإلى الاتحاد الأوروبي أي أفضلية، لكنها ستخضع للرقابة نفسها كالسلع التي تأتي من باقي أنحاء العالم. والآن مشاهدينا، نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
وفي آخر أخبارنا الاقتصادية، قالت شركة نيسان موتورز أنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن، تطلب فيها 91 مليون دولار عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي. وكان غصن يواجه اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان في ديسمبر. ومن جانبه ينفي غصن ارتكاب أي أخطاء.